ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ أرجو التفصيل في ذلك. لا يجوز تصوير كل ما فيه روح من الآدميين أو الحيوانات أو الطيور، كل ما فيه روح لا يجوز تصويره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة يجعل لكل مصور يجعل له نفس في كل صورة يعذب بها في نار جهنم. التصوير كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز فعله إلا عند الضرورة، مثل التصوير للحفيظة النفوس أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية، هذه ضرورة، وإذا جاءت الضرورة فإنه يحل فعل ما يدفع الضرورة فقط ولا يزاد عليه. نعم.